حدثنا هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشان تحدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول لا أقول اليوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا من جهنم. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجلان من أمتي يقوم أحدهما الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقده فيتوضأ فإذا وضأ يديه انحلت عقدة وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة وإذا مسح برأسه انحلت عقدة وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه يسألني ما سألني عبدي فهو له. حدثنا هارون حدثنا ابن وهب حدثني الليث عن حنين بن ابي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر الجهني قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. حدثنا عفان قال حدثنا عبد العزيز بن مسلمين قال حدثنا مطرف عن عكرمة عن عقبة بن عامر الجهني قال نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن مشيها لتركب وتهدي بدنة. حدثنا عفان قال أخبرنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا نعيم بن همار عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ربكم أتعجز يا ابن آدم أن تصلي أول النهار 4 ركعات أكفك بهن آخر يومك. حدثنا علي بن عاصمين قال حدثني عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمدني قال صاحبنا عقبة بن عامر في سفر فجعل لا يؤمنا قال فقلنا له رحمك الله ألا تؤمنا وأنت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن انتقص من ذلك فعليه ولا عليهم. قال أبو عبد الرحمن وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده كتب إلي الربيع بن نافع عن أبو توبة وكان في كتابه حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة والمجهر بالقرآن كالمجهر بالصدقة.